الحاجه اللي مليحه انه هذا الذباب الالكتروني عندنا تصاور تاع اكثر من 127 شخص من هذا الذباب الالكتروني، حطينا لكم فيديو وهذا الذباب الالكتروني دوك نحط لهم تصاورهم ومكان اقامتهم ونخلي مك تحشم منك، باباك يحشم منك وبكل سلميه هاك معايا. وانا اليوم اذا جيتكم ثاني جيت بالسلميه وكذا، كل ذبابه الكترونيه راهي تخدم عند كوليناف وراهي تخلص باش تسب نشاطة ولا باش تحارب نشاطة. الله يرضى عليك شيخ، هادو كاع يخلصوا وتطهير، تطهير الحراك من هذه الناس اللي تحاول تاذي الحراك هو ثاني من المهمات اللي يقوموا بها. حذره حذره حذره، رانا كل يوم ثم حتى نصيدوكم كاع، كل ذبابه حتشوف روحها. انا على بالي بلي اليوم هربتوا من البيروات كي سمعتوا عدلان راهو جاي. عدلان جا وحده وحده، ما جمع حتى واحد. راك غلطت وراك 42. لا لا كي رحت لهم كي رحت لهم انا معاك، رحت وحدي سيفني رحت وحدي. هربوا 127 واحد، 127 واحد ذبابه قاعده في بيروات. درت لكم لايف قلت لكم راني جاي الحيدره، كي وصلت لقيتكم كاع هربتوا الباركينغ وخليتوه فارغ. شكو علاه؟ على بالهم باللي وراك 40 مليون جزائري. كاين وكاين كاين، احنا باش نذكروا كيما عندنا اسماء تاع هذوما الذباب الالكتروني، عندنا اسماء تاع الناس عرضوا عليهم، عرضوا ناس اوفياء واصحاب تسمى تقنيه ما كبار بزاف هاربين في هذا المجال، عرضوا عليهم ورفضوا ورفضوا، وعندهم اثباتات وعندهم فيديوهات تاع اللقاءات وتاع الرفض، تاع الرفض واش رفضوا، عرضوا عليهم مبالغ خياليه ورفضوا باش يكونوا ضد الملايين لانهم ينتميوا لهذا الشعب. وحاجه ثانيه باش نقولها برك باش ننصف، كاين زوج مغنيين تاع راب اتصل بهم رضا كوليناف وتلاقاهم في حيدره والحمد لله سجلوه وعندي لوريجيسترومون تاعهم، مليار باه يدير لهم غوليه، مليار باه يدير لهم غوليه ويكذبوا عليه يقولوا له من اجل الوطن. شيخنا تهدر ولا نغلقوا اللايف؟ ها هي اخرى خاوتنا، الله يرضى عليكم الله يرضى عليكم. صح الشيخ ياسين، هذا ما كان، هذا الذباب الالكتروني خويا ما تخليهش ياثر عليك، ما تخليهش يكذب لك الناس، ما تخليهش يقنعك باللي بوشاشي ماهوش مليح ولا طابو ماهوش مليح ولا اي واحد ماهوش مليح. انت من حقك تقرر، من حقك تخمم، خمم كيما انت تحب، ماشي كيما ذبابه خالصه من عند كوليناف. راني مشيت لهم اليوم الحيدره مالوريزمون هربوا، مالوريزمون كانوا خاوتنا البوليسيه وكذا، قال لك يا عدلان ارواح هذو ناس راهم قاعدين وحدهم. وقسما بالله العظيم غير كل ذبابه منكم غير يشوف تصويرته واسمه، وحنا الحمد لله ما ندناوش لشرف الناس. النساء اللي راكم في الذبابات ما نجبدش عليكم، النساء اللي راكم في الذباب الالكتروني تخلصوا راه ما نجبد عليكم، بس على الرجال اللي راكم ثما وتسميوا رواحتكم رجال بتصاوركم باساميكم واحد واحد بحومتك بوين تسكن بكلش، لانه انت راك ضد حراك، انت راك تخلق لي فتنه بيني وبين خاوتي اللي في 48 ولايه اللي في 1541 بلديه. ذوك خاوتي ذبابه كيما انت على جال 500000 تروح تكذب وتدير الفتنه، تروح تقول بلي ولادنا يلعلقوا اعلام وبلي الامازيغ علقوا اعلام وبلي فلان علقوا اعلام. الحمد لله احنا عندنا اعلام واحد، خاوتنا واحد، من حقك انك تعارض سياسيا واحد ما يسالك، من حقك انك توقف مع كريم ولا بوشاشي ولا اي شخصيه سياسيه ومن حقك انك تعارضها، ولكن ماهوش من حقك انك تسبها. هذا الذباب هو اللي ينشر الاشاعات عن الناس، هذا الذباب هو اللي اذى ناس، هو اللي ما رحمش ناس، هو اللي يهدر في الشرف، هو اللي يهدر لانهم عديمي شرف. كل ذبابه منكم بدايه من غدوه باسمه بلقبه بداره، وروح تشكي وروح تشكي باسمك بلقبك بدارك. دايرين بيروات، دايرين بيروات فيهم 127 موظف، الهدف الاساسي تاعهم خلق الفتنه. هذا هو الديوث اللي راهو يقول لك باللي خوك القبايلي رفع عالم من الماك وهو يكذب. رحنا لتيزي وزو بجايه بويره، وين كان الماك؟ وين كان الماك؟ خاوتنا القبايل خاوتنا، نمشيو للجلفه، مشينا للبرج، مشينا لكل ولايه من ولايات الوطن، كلنا متوحدين. هذا الذباب شراو دي باج، يخدموا بالسبونسورينغ، يخدموا بالسوارد باش يخلقوا الفتنه، ما تبارطاجيلوش، ما تنشرلوش، وكي نحط له تصويرته ان شاء الله عاوننا في البارطاج باش يشوف روحه. هذا مكان الذباب قسما بالله العظيم، الحرب عليكم حتى نوجدوا رواحتنا للجمعه الجايه. الذباب هو اللي راهو ينقل، الذباب هو اللي ينقل معلومات مغلوطه عن الناس، هذا الذباب هو اللي راهو يشوه في الناس، هذا الذباب هو اللي راهو يكذب على الحراك. هذه قناه العار تاع النهار اللي رايحه دير لنا روبورتاجات، الجزائريون يتراقصون على امياء على الاغاني الراياويه في حراكنا. احنا خويا حراكنا حراك نتاع كل فئات المجتمع الجزائري، من حق كل المجتمع الجزائري يتحرك.